خلينا نقول كمان أنه مصر دايماً واقفة مع ضمير القضية الفلسطينية، ولا خلاف على هذا الموضوع، وحضراتكم متابعين طول الوقت. طول الوقت الحقيقة مصر في ظهر القضية الفلسطينية، وبالنسبة لها كمان في بالنسبة لأشقائنا في غزة. يعني بقالنا أكتر من 4 شهور أكيد إحنا متابعين القضية، وهي شأن يعني مهم بالنسبة لنا وأمن قومي على مدار الشهور اللي فاتت. مصر كمان سجلت أكبر عملية دعم إغاثي لغزة، والعالم كله كان شاهد على كم الشاحنات اللي دخلت بقوافل كبيرة جدا إغاثية ضخمة موجودة طول الوقت من خلال معبر رفح. النهاردة أعلن الهلال الأحمر المصري عن بدء تشغيل المطبخ الإنساني، واللي الهدف منه إيصال الوجبات الغذائية الجاهزة لأهالي غزة، وده طبعا نظرا للظروف الصعبة جدا اللي موجودة هناك، واللي وصلت إنه الناس كمان غير قادرين إن هم يستخدموا أي مواد غذائية، ومحتاجة طبعا تحضير، ومحتاجة بقى غاز وبوتاجاز وكهرباء وحاجات كتير كده. تفاصيل أكتر عن فكرة المطبخ الإنساني، وهي فكرة الحقيقة هايلة، وموعد تشغيله نعرفها من خلال طبعا يعني الأستاذ دكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء. دكتور خالد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك يا أستاذتنا، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. يعني قول لنا، ما هي فكرة المطبخ الإنساني الإغاثي لأهالينا في قطاع غزة؟ والله يمكن في البداية زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذ شافتي في المقدمة الجميلة اللي عرضتيها، إنه بالفعل أنه مصر في طليعة الدول اللي كانت بتساند القضية الفلسطينية، وده قولا وفعلا من يوم 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر، ولكن من بداية الأحداث الحمد لله بفضل توجيهات القيادة السياسية استطعنا يوم 8 أكتوبر تسليم أول دفعة مساعدات إنسانية للهلال الأحمر الفلسطيني بمعبر رفح البري، وبعدها استمرينا في إيصال المساعدات الإنسانية، وكانت أول دفعة أثناء إلقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية لبيان قمة القاهرة للسلام، ودي كانت أول دفعة مساعدات إنسانية 20 شاحنة تعبر إلى جانب الفلسطيني. طبعا مع تردي الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة وتعطل كافة المؤسسات وعدم وجود اي وقود او غاز او حتى قدرتهم على انه يقوموا باعداد وتجهيز اي وجبات سواء للاطفال او للاسر او للنساء، وخصوصا في ظل دخول فصل الشتاء وفي ظل تعطل كافه طبعاً الخدمات الاساسيه والامطار والخيام نعم ده حقيقي، انه في كانت توجيهات من القياده السياسيه انه الدور لا يقتصر على ايصال الشاحنات والمساعدات سواء كانت الغذائيه او الطبيه فقط، ولكن كان في توجيهات من فخامه السيد رئيس الجمهوريه والقياده السياسيه بان احنا نقيم مخيمات داخل قطاع غزه. تمام. وده بالفعل تم اقامه مجمعات وخيم تصل الى ما يقارب الألف خيمه بقدره اكثر من 6000 نسمه داخل خان يونس داخل قطاع غزه، وكانت كمان الفكره الاعظم انه كمان نقوم زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة بإنشاء المطبخ الإنساني لإرسال ما يقارب 10,000 وجبة غذائية يوميا إلى قطاع غزة، وخصوصا مع قرب شهر رمضان، ويا رب ما نوصل شهر رمضان يا رب. الأزمة لسه موجودة، ولكن إحنا بنشتغل وفق خطط استراتيجية ووفق خطط تشغيلية آنية حسب مقتضيات الموقع الأرض. يمكن المطبخ الإنساني بيشتغل فيه أكثر من 40 أو 50 متطوع موجودين من شباب الهلال الأحمر المصري، وسيقوم على فكرة أنه إنشاء أو تجهيز خلاص يعني خلال أيام قليلة سيتم البدء الفعلي في خروج أول وجبات، ومخبز كامل متكامل سيقوم على إن شاء الله خروج أكثر من زي ما ذكرت 10,000 وجبة يوميا.
طيب يعني اذا هيكون اذا الهلال الاحمر بمثابه المطبخ المصري الانساني الاغاثي اليومي لاهالينا. نعم. في قطاع غزه قريبا باذن الله. نتمنى الخير، وهتفضل مصر تقدم كل هذه المساعدات لانه هي دي مصر وريادتها العظيمه ودعمها الذي لم ينقطع ابدا عن اهالينا في قطاع غزه. دكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق لكل من يعمل في الهلال الأحمر المصري.